فكره مستعد انه انت افرض رايح على مدينه معينه، يعني مسافر ورايح على مثلا ايطاليا، وقبل ما تروح ايطاليا حتروح تركيا، فمن عمان لتركيا لايطاليا، تمام؟ هلا بالرجع كيف حترجع؟ ايطاليا تركيا عمان، اللي هو عكس الطريق، صح؟ هلا الستاك فكرته اللي هو اصلا بيكون عباره عن زي شيء بتخزن جواته، يعني هو زي مربع او انه وعاء بتخزنهم في بعض. شفتوا علبه برينجلز؟ بترفع علبه برينجلز، صح؟ هلا لو حطيت فيها مثلا اسماء البلدان اللي بتمشي عليهم، فاول شيء حاط عمان، بعدين تركيا، بعدين ايطاليا، صح؟ هلا اول شيء حطلعه منها اللي هو طريق الرجع، لما اطلع هيك هو طريق الرجع، فالتدخين هو طريق الراحه اللي هو عمان، يعني تخيلتوا الموقف، صح؟ يعني هلا هي احنا لما دخلنا احنا رايحين اول شيء حنحط عمان تحت، يعني جوا علبه برينجلز، خلينا علبه برينجلز، تمام؟ بعدين حطيت تركيا، بعدين حطيت ايطاليا، صح؟ هلا الرجعه كيف حتكون؟ اول شيء حمشي على ايطاليا، صح؟ بعدين بطلعها من علبه برينجلز، ايش بضل؟ بضل تركيا، صح؟ فبعدين بطلع من تركيا بشيلها من البرينجلز، ضل عندي عمان، لما اطلع من عمان بكون ايش؟ بكون خلصت رجعت الطريق كامل. فهي فكره الستاك اكثر شيء تفهموها انه برينجلز حطيت فيها مثلا او كرات، يعني حطيت فيها خمس كرات، فالكره الاولى اللي بحطها حاط لها اخر شيء، تمام؟ حطيت احمر اول شيء حاط لها تحت، بعدين ازرق، بعدين اصفر، فاول شيء حشيل الاصفر، بعدين ازرق، بعدين احمر، عكس اللي انا دخلته. ففكره الستاك انه انت بتمشي بتدخل شيء بس بتطلع العكس، تمام؟ يعني تخيل دغري البرينجلز، او تخيل السفر كيف الراحه والرجعه عكس بعض، تفهم الفكره بالضبط، تمام؟ هاي هي فكره الستاك. فهلا ممكن تضحكوا انه شو فكره الستاك، بس معظم حد سمع كلمه ستاك اوفر فلو؟ اكيد، يعني اللي بيبحث شوي بلاقيها. هي كلمه ستاك يمكن ما انتبهتوا لها، فهو اصلا السي بي يو كلها قائمه على الستاك، او مش السي بي يو، شيء ثاني، بس انه الستاك كثير مهم شغله، تمام؟ وفي له تطبيقات ثانيه غير موضوع اللي هو اصلا كيف الاو اس شغال، تمام؟ شيء ثاني يعني، بس انه هون ندور على الاستخدامات اللي احنا بتهمنا، مش استخدامات الجهاز، بس هو كاستخدامات بالهاي كثير يعني مفيد بالحياه. فالستاك بنحط فيه بوش، تمام؟ يعني بوش اللي ندخل الشيء تحت او يعني جوا الستاك، والبوب بتطلع من وين؟ من البدايه، تمام؟ او تطلع من البدايه. فهلا بالستاك انا ايش بقدر اشوف؟ لو انت عندك برينجلز ايش حتشوف؟ بس اخر كره فوق، صح؟ ففي عندي بالستاك عندي البوش اللي هي بدخل شيء جوا الستاك، وعندي البوب بطلع من الستاك، واذا بدي اشوف اول شيء جوا الستاك اللي هو توب، تمام؟ هدول الثلاث شغلات بتهمني حالي، بتهمني بكل الستاك اكثر شيء. طبعا بقدر اشوف السايز من خلال يعني سايز من سايز الستاك، يعني بس اعمل سايز بعطيك كم يعني كرة او كم مدينة او كم شيء جوا الستاك، تمام؟ يعني هاي الشغلات اللي بتهمنا. برضه في كمان شغلة اللي هي اذا الستاك فاضي ولا لا، ففي شيء اسمه امتي، وهل هي فاضية ولا لا، تمام؟ هاي هي الستاك بشكل عام. كيف يتعرف في الستاك؟ تقريبا زي الفيكتور وزي اي شيء يعني. سوري، هاي الستاك بحكي ستاك نوعه اما انتجر اما بيع حسب البديع، تمام؟ يعني حسب شو السؤال. فانا عرفت عرفت ستاك اسمه انتجر، اسمه نوع انتجر اسمه اس، فعملت بوش لواحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثه. هلا لو بدي اشوف شو اول واحد جوا الستاك ايش حيكون؟ اول شيء جوا الستاك ثلاثة، لأن هي آخر شيء دخلتها، تمام؟ فأس دوت توب هاي إيش حتطلع لي؟ ثلاثة، تمام؟ أس دوت بوب إيش حتعمل؟ حكينا البوب
تحذف ثلاث. ايش صار التوب؟ اثنين. فصيامة اسود توب حيطوال اثنين، كم السايز هسه بهي اللحظة؟ اثنين. لأني حذفت الثلاث قبل شوي، صح؟ فهون اسود سايز حيطوال اثنين، صح؟ لو طلعت هاي قبل حتكون ثلاث. هلا بتعرفوا الواي صح؟ المفروض انه هلا الاسدوت انتي هاي بتعطيني بوليان اللي انا حكيت عنها الانتي انه هي فاضي ولا لا، يعني من كلمه انتي هي هل الستاك فاضي ولا لا. فاسدوت انتي هي يا ترو يا فولس كونها بوليان. فاذا كانت ترو معناها فاضي الستاك فخلص ما تعمل شيء. هلا هاي بعملها عشان افضي الستاك، يعني زي كأنه بحكي لك طول ما الستاك فيه شيء شيل منه. تمام، احنا عندنا يا بوش يا بوب صح؟ يا توب. فبحكي لك طول ما الستاك فيه شيء اعمل بوب 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 لحد ما يفضل. فهاي لما يكون فاضي الستاك ايش حنساوي؟ ما حنساوي ولا شيء صح؟ فهون لما يكون فاضي حتكون هاي ترو اللي هي اس اس دوت ام تي حتكون ترو. النت هاي عشان تغير الشرط، اذا كانت ترو حيصير فولس. فاذا كانت هي ترو هلا هاي نت انا فقط از نت ام تي. تمام؟ يعني اس از نوت امتي هاي الكاميرا النت. فوال هي طول ما هي مش امتي ضلك اعمل بوم. تمام، اسود بوم. فهيك لو كانت فيها بس وحده حيعملها بوم حتصير امتي ثاني مره حيطلع من الواي. تمام، فاحنا بكثير شغلات يعني الفيكتور كيف عملنا له، كيف فضلنا للفيكتور؟ حكينا دوت كلير يعني البي دوت كلير صح؟ هلا الواي استاق زي هيك لازم تمشي عليهم كلهم ما بتعملهم بوب. تمام، هاي طريقة افتراض الواي الستات. تمام، هاي بس بشكل عام هاي كل الستات كيف بستخدمها. تمام، نكتب عليهم شغلات ولا نشوف سؤال؟ يعني نكتب هدول نرجع نكتبهم نجربهم ولا خلاص؟ طب خلينا نشوف سؤال. القواس لما نكتبها دائما نكون بنفتح قوس لازم نسكره صح؟ فهون عم يعطينا مجموعة من الأقواس بيحكي لك شو أكبر قيمة أو أكبر مجموعة من الأقواس شغالة صح. يعني في عندي أقواس صحيحة هون. تمام؟ يعني إذا فتحت قوس وسكرته فتحت قوس وسكرته هاي الشغلات فبدك تحكي له كم أكبر عدد من الأقواس هاي إنه موجودة صحيحة. يعني زي هون هدول الأقواس اللي هون القوس هذا فتحناه بعدين هذا يعني لو ننزلهم احنا على أسطح ببين معنا أكثر أوضح. هذا فتحته بس لسه ما سكرته، هذا فتحته وهذا سكرته صح؟ فهاي هاي مجموعة صح؟ صح؟ دولتين مع بعض يعني هم هيك قسم هيك عبارة عن قوسين. بعدين هذا حيسكر ايش؟ حيسكر هذا صح؟ فهي هدول كمان تنين حيسكروا. هلا هدول ما فتحنا صح، فتحنا غلط اصلا، فالجواب غلط. يعني لو كان فيهم قوس بكون هدول تنين صح مع بعض، بس هدول اللي هيك لحالهم هذا ما فتحنا إيه. ما سكرنا شيء، فيش شيء فاتحينه عشان نسكره. تمام، وهون فيش شيء ما سكرنا، فهدول تنين مش محسوبين. فكم الجواب حيكون؟ بدي اياه بالاخر تعطيني اكبر حجم للقواس مفتوحه مسكره صح. فهون أكبر شيء أربعة. تمام؟ فالجواب أصلاً هون أربعة. لو تشوفوا المثال الثاني
هاي هون فتح قوس، هون فتح، هون هون فتح وسكر، هون فتح وسكر، وهاي تذكره ايش هذا القوس صح؟ وضل هذا لحاله مش مغلقش سكيل، فهذول كم قيمتهم من سكرين فتحين صح؟ ستة، فالجواب ستة. فهي هذا السؤال فقط. أعطيك سترينج وأعطيني الجواب شو أطول إشي. ففكروا فيه. فكروا فيه شوي. حتى نوت البرنامج احنا لما افتح قوس بضل حاطه قال انا فتحت قوس لازم ارجع اسكره صح؟ فوانتوا بتكتبوا لو عملتوا فور جواتها فور تفتحوا قوسين بعدين تحكوا لسه عندي قوسين لازم اسكرهم صح؟ يعني هي هاي الفكره بشكل عام. شو في أفكار للحل؟ بس شو غير هون؟ تفضل. ارجع عيد الله طب بلا انت بالآخر تعمل كل ستاك فيه بس على اليمين صح؟ بس الأقواس مفتوحة واحد بس مفتوحة صح؟ والتاني بس المسكر. هلا المفتوحة افرض هذا السؤال كان في عندي واحد اثنين ثلاث فحجمه ثلاث والتاني فيه بس على اليمين فبرضه حجمه ثلاث بنحطهم جوا ستاك ثالث صح؟ صار ايش مجموع ستة؟ شو الجواب؟ اسمع اثنين طب جواب مرة هلا انت بتحكي لي بدي اعطيهم جوا ستاك انت بدك تستخدم بس الستاك بس استخدامك خطا فكره الستاك اني انا احط ببالي فكره انه انا بس بقرا التوب تمام وانه انا يعني هاي الشغله اللي بتهمني انه انا عم ادخل شيء بس بطلعه بطريقه عكسيه ففكروا فيها هاي اللي بتفيدك انت عم تعمل لي ستاك زي كانه اري عاديه او انه مجموع الاقواس اللي على اليمين او مجموع اللي على الشمال رح تحط الثلاثه اللي على اليمين زي بعض بالستاك ما بيهمنيش يعني زي بعض كلهم صح بس لأنه يعني في واحد تفضل تمام بس عندك هاي مثلا هدول الثنتين قارنا الأول مع الأخير طلع صح صح؟ هاد وهدول الاثنين تقارنوا طلعوا صح الصف عندك هدول بيطلعوا معك غلط صح؟ مع انه هدول قوسين عادي هدول قوسين عادي جواب اربعة انت بيطلع معك اثنين تمام؟ بس تفضل ممكن نعمل كاونت الشمال طيب هلا اللي هون الكاونت كم يعني شمال؟ ثلاث هون هذا السؤال صح؟ بين معك؟ هيو اللي على الشمال واحد اثنين وهي الثالث واللي على اليمين ثلاث الأقل بينهم ثلاث فالجواب غلط الجواب أربعة بس تفضل ما تصير
نعمل ستاك نضيف على ستاك ثانية. نضيف على ستاك الثانية. إذا عملنا بوب إيش بنعمل؟ بنكمل. نعمل بوب. نضيف على قصدك على الجواب واحد. أوكي. طيب إيش كنت بتحكي؟ إيش ثاني؟ تمام. انت بتحكي الستاك واحد لليمين واحد للشمال، فاكيد اللي على اليمين بس فيه يمين، اللي على الشمال بس فيه شمال، فشو الفائده؟ هو اخر ستاك بنوصل اخر بنضل في اقواس الستاك. انت بتحكي كل اللي على اليمين حتحطه باليمين، كل اللي على الشمال بالشمال، فكيف حيضل؟ أنا فهمت فكرتك، بس أنت كيف حتخليهم ما يدخلوا؟ أنت أصلك بتحكي لي إنه لما يكون في اثنين دخلهم، بس غير هيك لا. بس هلا مثلا هدول الاثنين دخلناهم. بس كيف بدي أدخل هدول الاثنين كمان؟ وكيف بدي أمنع هدول يدخلوا؟ هي هاي الفكرة. تمام. ستاكل الأقواس. لا اسمع. ستاكل الأقواس اليمين. ونمشي على الأقواس، الأقواس اليمين. تمام. طب انت عندك ستاك زي هيك، ستاك على اليمين فيها هدول الثلاث، تمام، ستاك على الشمال فيها هدول الثلاث، ايش بتعمل هسه؟ قارنا هاي مع هاي تزبط صح؟ وهاي مع هاي تزبط، وهاي مع هاي تزبط صح؟ فالجواب ستة عندك، هو الجواب أربعة. انت بتاخذهم كلهم، يعني انت بتحاول تبدلهم على اساس يضبطوا كاملين. طب هلا في حدا عنده شيء بس على تغيير معتصم؟ لانه معتصم حله صح. حكى معتصم انا باخذ اللي على الشمال بحطهم جوا الستاك، فعندي هسه الستاك فيه بس هدول التنتين اللي على الشمال صح؟ لحد هون. هلا اذا لقيت على اليمين شو بساوي؟ بدور اذا في الستاك فيه شيء ولا لا. هلا اذا فيه شيء اكيد اللي فيه شمال، صح ولا لا؟ لانه بس بحط فيه شمال. فإذا في شيء اعمل بوب وضيف لي على الستيت واحد أو اثنين، يعني حضرت قوسين، تمام؟ فالستيت عندي هون زيرو اللي هي السام بالأول زيرو. هلا دخلت هذا القوس، فهذا القوس ايش معناه؟ حيحذف لي هذا القوس، حيصيروا مع بعض عبارة عن أقواس صحيحة صح؟ فحيحذف هذا وأنا زي كأني هاي مشيتها كاملة. هاي زي كأني هيك راحت، تمام؟ هلا حيكمل صار المؤشر هون، هلا خلي ماشي نلغيه، صار المؤشر هون والستاك فيها هذا القوس. هذا حيلغي هذا صح؟ فبرضه هذا حنلغيه وهذا حنشيله زي هيك، أو إنه حنخلي بس نعدي عليه. أول شيء حطينا بالسم نضيفها حصير اثنين، لأنه هذول أول اثنين، كل ما نعمل بوب من الستار نضيف اثنين، لأنه حطيت قوسين مع بعض عكس بعض. فهي الأول زي ما تحكوا إن شاء الله، هي الثاني. فالأول كان فيه قوسين وهي الثانية كمان قوسين فصاروا أربعة. هلا وصلنا بالمؤشر وين؟ وصلنا للمؤشر هون. حكينا لما تلاقي يمين بدك تدور على الستاك اذا فاضي ولا لا، صح؟ الستاك فاضي فما بقدر اساوي شيء بهذا القوس، فبتركه بكمل على اللي بعده. باجي على هذا القوس شمال صح؟ راح احطه بالستاك بعدين بطلع ما ضلش شيء. هلا لو ضل عندي كمان قوس هون يمين مثلا، اليمين شو حيساوي؟ حيلغي هذا ونحسبه، فعليا لازم نحسب عشان يصير سته، صح؟ بس كونه مش موجود فصفى هون عندي الستاك فاضي فيه واحد، تمام؟ بس بطلع جواب أربعة. فهمتوا الحل؟ هي فكرة الستاك. يس. ايش استخدمنا ايش؟ فكرة الحل. هلا ايه الفكرة؟ انه انا عندي الستاك هون فعليا يعني يمكن تحسوا انها عادية نفس الشيء تمام؟ بس انه الستاك عم ياخذ لي على الشمال. تمام هي تنتين شمال، بعدين اجاني واحد يمين، هلا اليمين حنقارنه مع اخر واحد شمال، مع اخر واحد جوا الستاك، ايش دخلني جوا الستاك؟ فطلع اخر واحد بالستاك ايش؟ شمال، صح؟
فكونه آخر واحد شمال، فأنا بعدها معناها هذا القوس بقدر أسكر فيه قوس مفتوح، تمام؟ فهذا القوس سكرت فيه هذا القوس، فراح أحسن، تمام؟ وألغيهم اثنين من إيش؟ من الستاك. فصار هون عندي السم اثنين، كمان هذول اثنين لغوا بعض. هلا أنا هون صرت بالمؤشر، حمسك هذا القوس، في عندي إشي بالستاك، في عندي عشمال أو عشمال. فهذا بيلغي هذا، تمام؟ بيجي هيك بيلغي. فهذول مجموعهم بيلغوا بعض، بنشيلهم من الستاك الاثنين، يعني هذا أصلاً ما بندخله، وهذا شو بنساوي فيه؟ بنلغيه، صار المجموع أربعة. هلا بس في شغلة ما حكيتها أنا، حتى لو يمين بنضيفه. هلا الستاك فاضي صح؟ فشو حساوي؟ حضيف اليمين، ما حلغيه. يعني حضيفه زي هيك. هلا إجاني اللي على الشمال هذا، لو إنه اللي على الشمال بالعادة ما بنساوي شيء، ما بنقارنه، صح؟ بس بنضيفه. إذا إجاني يمين بجربه او انه بقارنه اذا في بالستاك شيء شمال ولا لا، تمام؟ يعني لو هون اجاني كمان واحد يمين، فاليمين حيسكر شيء صح؟ فانا بطلع بالستاك اخر شيء كان عندي قوس ولا لا، يعني قوس شمال ولا لا، يعني هذا بقدر اسكر فيه شيء ولا لا، تمام؟ فكان عندي شمال بقدر الغي. طب لو هاي ما كانت موجوده، فاخر شيء بالستاك ايش حيكون؟ يمين. فلما يجيني هذا الثاني ايش حساوي فيه؟ ما حساوي شيء، فبس حضيفه على الستاك مره ثانيه، تمام؟ ممكن واحد يحكي لي ما في داعي، بس بطلع القوسين ورا بعض، كل اثنين ورا بعض، إذا بدهم عكس بعض يعني إذا الأول شمال الثاني يمين فخلص صح؟ بس بهاي الحالة أنت ما حتقدر تحسب هدول الاثنين، هدول بيلغوا بعض زي هيك، فبصف هدول تقدر تحسبهم، تمام؟ تفضل. بس تعيد. إذا فتح قوس بيعمل بوش. تمام. إذا لم سكر. تمام. إذا لما يعمل قوس إذا ما كانت إمتي يعمل بوش. إذا كان يمين كانت إمتي إيش نعمل؟ إذا فتحت تعمل بوش. تمام. إذا سكرتها ما تعمل إشي غلط. كل ما يسكر تعمل. تمام. إذا كانت إمتي مش هيعمل قوس فتصير بوش. هي ما بتصير نوع، هو بالاخر بده بس مجموع اكثر اكبر مجموع، يعني مش سالك انه بدي اياه دائما خلص. اذا طلع حلي غلط، اذا سنتكس ايرور مثلا، قاطعين سنتكس ايرور، بس بده دائما الحجم، تمام؟ فيش داعي، بس بدك تحسبهم كم واحد ولا لا، ولا تحسب بس السم، تمام؟ ما في داعي في دي. تعمل كاونتر هي بس. هلا هي من الطرق، يعني لو تفكروا بالسؤال شوي ممكن ما نحتاج كل الستاك، تمام؟ لانه عم ناخذ بس الشمال، فلما نضيف اليمين شوي بنحس بقيمه الستاك، تمام؟ هلا هو كفكره، يعني بس كفكره بسيطه، احنا جبنا لكم شيء انه فكره بسيطه تفهموا، انه بنطلع على اخر واحد جوا السترينج، اذا كان شمال فبسكر، اذا كان يمين لا ما بدي اسوي فيه شيء، تمام؟ فعشان هيك انا عم ادخلهم كلهم عشان تفهموا انه فكره الستاك انه دخلت فيه يمين، لما اجي هون كمان يمين ثاني بعده ما حستفيد، او شمال ما حيسكر، تمام؟ فهي هاي الفكره. بس فهمتوا الستاك بشكل عام كفكره؟ لا؟ حد فهمه؟ حد ما فهمه؟ مين ما فهم الستاك؟ هي فكرة انه انت بتعمل بوش بتطلع بس عبتك. يعني بتتذكروا البرينجلز بتتذكروا كمان، تمام؟ لانه هو هيك فعليا. هلا السؤال هذا لو نحله على الستاك حكينا ممكن نضل نعمل بوش للشمال، وزي يمين يا نعملها يا نحذف اشي من الشمال يا نعمل بوش عادي، تمام؟ فنكتب الكود سريعا ولا لا؟ يا ريت بس بكره ضروري نبلش 9 لانه نشرح كثير شغلات، تمام؟ يعني حشرح بس الستاك حنخلصه هلا لانه ما في مجال ضايع شباب، وبكره 9 ان شاء الله بنبلش وبنشد شوي، تمام؟ يعني اللي اخذ اليوم ما اخذناش كثير حيكون فعليا، او ممكن نشرح شيء كمان زياده بعد التدريب بعد المسابقه ساعتين، لانه في عندنا كمان ساعه زياده، فممكن نشرح الكيو والبريورتي كيو، تمام؟
بس خلينا نكمل الستاك، نكتب هذا الكود السؤال هذا وان شاء الله بنخلص. تمام، السؤال بس بده سترينج، بدخل سترينج اس وانت بتكمل الباك. تمام، هلا الستاك بده هاش انكلود ستاك، والفيكتور بده هاش انكلود فيكتور. تمام، والباقي هدول مش مهمين. عشان نستخدم سترينج حي بدنا هاش انكلود سترينج. تمام، هلا راح امشي على السترينج. كلكم بتعرفوا انه السترينج عباره عن اريف كاركتر، صح؟ فإذا نمشي عليها كأنها أريف. هلا بدنا نعرف ستاك، بس شو نوع الستاك حيكون هون؟ ايش؟ ما فهمت، بس اللي حكيته ما بتعرف من حكي صح. سمي دايم. تمام، هلا هو احنا ندخل فيه ايش؟ اقواس. تمام، الاقواس عباره عن يا قوس يمين يا قوس شمال، فهو حيكون كاركتر كقوس لحاله. تمام، فحيكون نوع الستاك كاركتر. تمام، هنبلش نمشي على الاري. اذا كانت اس الاي اللي هي القوس، يعني اذا كان شمال ايش بدنا نعمل؟ بس بوش، صح؟ فهي ايد بوش اس الاي. تمام، اذا كانت العكس يعني هاي إلس، فمعناها حتكون أكيد رايت، صح؟ هي سترينج، السترينج دخلته على سي إن سترينج، والسترينج عبارة عن أريه في كاركتر لحاله بصير. تمام؟ والأسود سايز يعني زي كأنه فيكتور بالنسبة للأسود سايز. تمام؟ وأصلاً تقدر تضيف على السترينج، فهو شبه الفيكتور، يعني تقدر تضيف عليه. طيب اذا ما كان، اذا كان شمال، اذا كان يمين ايش حنعمل؟ اول شيء نطلع اذا الستاك فيه شيء، صح؟ اذا الستاك مليان يعني مش انتي، فا اف نوت اس اي دوت انتي. هلا اي دوت انتي اذا كانت مليان، اذا كان فاضي بيعطيك ترو، صح؟ فانا بدي اياه اذا كان فاضي يعطيك فولس، فبعكسها بس بعطيه نوت. هاي فاهمينها؟ نوت اذا ما كان فاضي. انا بدي اياه اذا مش فاضي يعطيني ترو، فهو اذا مش فاضي حيحكي لي فولس، لانه الامتي هو مش امتي وفيه اشياء، فالفولس اضربها بفولس وتصير ترو. هاي زي كامله فولس. تمام، هنا فاذا كان فيه يعني اشياء وكانت التوب، هلا التوب اللي هي اول وحده جوا الستاك، فهي ال التوب بتحكي لها بس توب واقواس. اذا هاي التوب ايش تساوي؟ بدنا اياها تكون شمال، صح؟ كونه كاركتر فهي رح تشيل اياها زي هيك، بنعرفها هون كاركتر. يعني هون لو تحكي زي هيك غلط، لا، لانه هذا سترينج وهذا كاركتر. تمام، فالمقارنه خطا، فهي بس تعملوها كاركتر اللي هي بس بسينك نوتيشن. فاذا كان هو مش فاضي والتوب تاعته هاي سليم محمود اللي هي شمال، ايش حساوي؟ بدي اول شيء احط سم، صح؟ فانت جا سم تساوي صفر، فسم بلس تساوي اثنين، صح؟ اضيف اثنين وروح اعمل بوب لمين؟ للقوس اللي على الشمال هذا، صح؟ اللي ازداد اول نقطة قوس اول واحد، فهي ادوت بوب. هاي البوب ايش حتساوي؟ حتحذف لي القوس اللي على الشمال، والسم هاي بضيف لي اثنين لانه جاوب بدي اياه بالاخر. تمام؟ هلا إلس يعني كان ايش؟ كان فاضي، اما كانت فاضية واما كان رايت. تمام،
الحالتين هاي بنعمل هوش للجسم سواء كانت اصلا اسمها هوي وهيكون هون يمين كما دخلت الاس يعني هاي دائما حيكون يمين لانه هاي فؤادية هي شوي هون يمين اذا كان الستاك فيه شمال اعمل بول اذا كان ما فيه شمال اعمل ارجع اعمل بوش لهاي الاس كان هاي ما لها داعي بس اذا ما عملنا هاي بصفي السؤال كله ما محتاج كل الستاك يعني انك انت اصلا الستاك بس تعبي لي شمال تمام فعادي يخزن لي اياه ب السؤال بنحل باكثر من طريقه اكيد يعني فانا ممكن بس اخزن كم عدد الشمال وبدون بس بينتجر بدون حتى لا ستاك ولا اي شيء ثاني بخزن عدد الشمال اذا جاني يمين وكان عدد هذا مش صفر يعني اكبر بنقص منه واحد وكمل وهكذا تمام وصلت الفكرة يعني ما وصلت مش مشكلة كيف والله بس انه يعني اشي بسيط بس انا اعطيت انا هون بوش للهاي للاس على اساس انه يفهم انه اذا اجى يمين بديش يسار يعني عادي ممكن تكون مليانة بس مش يمين مش شمال تكون يمين تمام يعني بيهمني بس اخر واحد يعني انا سكرت اقواس يعني هون هون طلعوا هيك سكرت قوس ما بيهمني ارجع اسكر يعني بس اذا كان عندي مكتوب قوس بيهمني ارجع اسكر تمام على اساس اني ما اخذ سنتكس فبس زي هيك بالاخر اخر الكود بس نطبع اسامي بالاخر لاني بضيف اليمين والشمال بالاخر الستاك حيضل فيه شويه اقواس ما لهم داعي صح؟ هي هاي الاقواس اللي ما استخدمتها يعني بالمثال الاول حيضل عندي هدول التنتين تمام؟ بالمثال الثاني حيضل عندي قوس على الشمال لانه هدول هدول بيسكروا بعض هدول بيسكروا بعض هدول مع بعض هيك خلصوا بصفي عندي وحده على الشمال تمام؟ فالستاك صار هون حجمه واحد اللي ضل تمام؟ وهون الستاك حجمه اثنين اللي ضل فكنت احكي انه السايز الاس الاصليه ناقص سايز الستاك بضل الستاك الباقي كله صح تمام فهون كان كله سته واللي ضل اثنين فسته ناقص اثنين اربعه وهون كله سبعه واللي ضل واحد فسبعه ناقص واحد سته تمام يعني بس كفكره هيك بس مش كده.